In a physics laboratory experiment, a coil with 200 turns enclosing an area of 12 cm squared is rotated in 0.04 seconds. From a position where its plane is perpendicular to the Earth's magnetic field to a position where its plane is parallel to magnetic field. يعني الأول كان عندنا بليت عمودي على الماجنتيك فيلد، البليت عمودي وبالتالي الاريا فيكتور يوازيه، الزاوية بينهم صفر، وبعد شوية لف بقى بارل للبي، ده الاريا البليت اهو، وبالتالي الاريا فيكتور صار عمودي على البي، يعني الزاوية بينهم هنا 90، هنا الفاي بتسعين درجة وهنا الفاي بصفر. طالب what is the total magnetic flux through the coil before it is rotated هنا و after it is rotated. يبقى في البارت ايه عايز الفلكس magnetic flux اللي هي بتساوي البي كروس ايه، نظرا ان في ان نضرب في الان، يعني 200 البي اللي هو الدهوني 6 × 10^5 تسلا كروس الاريا يبقى 0.0012 عشان يبقى متر مربع، اللي هو تقسم ده على او تضربه في 10^4 0.12 × 10^4 اللي هو 0.0012 زي ما كتبت كده، وبعدين كوساين 0 هيساوي لو ضربناهم في بعض 200 × 10^5 × 0.0012 14.4 × 10^6 ويبر. ده قبل في الوضع ده قبل ما يحصل روتيشن. بعد ما حصل روتيشن الزاوية بقت، يعني ده خلينا نقول انيشيال وده الفاينل، صارت صفر. ليه؟ لأن الكوساين 90 بصفر، لما أحط كل ده كوساين 90 يديني صفر. في البارت بي عايز what is the average electromotive force induced in the coil. طيب طالما عايز الابسلون اللي هو الالكتروموتيف فورس، هكتب قانونها ماينس اشتقاق الفلكس بالنسبة للزمن. طب انا ما عنديش الاشتقاق بس عندي النهاية وعندي البداية وعندي الزمن اللي حصل فيه، فهقول ماينس الفاي فاينل ناقص الفاي انيشيال تقسيم التي. الفاي فاينل بصفر، الانيشال كان 14 و4 في 10^6 يبقى سالب في سالب بموجب على 0.04 يديني الالكتروموتيف فورس بالفولت نفس الرقم اللي كان موجود تقسيم 0.04. 0.36 في 10^3 يعني ملي فولت. يبقى الاجابه بتاعتنا، هو كان طالب ثلاث حاجات، عايز الماجنتيك فلكس بيفور روتيشن وافتر روتيشن، وعايز الالكتروموتيف فورس اللي هي اشتقاق الفاي بالنسبه للتي. ما عنديش انا الاشتقاق جاهز، فاقول فاينل ناقص انيشيال على الزمن اللي حصل فيه.